والله استغفر الله العظيم، والله شيء محزن. تيجي وتحصل واحد من الطاقم الطبي يصيح على التمريض، بالأخص يكون طبيب ريزيدنت أو كونسلتنت. يا أخي لا تصيح على التمريض، لا تصيح على التمريض. التمريض هو أساس في عندنا في المستشفى، لا تصيح عليهم ولا شيء. تبغى طلب، اطلبه باحترام، احترم احترمهم يحترموك. يا اخي انت تصيح عليهم زعلني واحد يصيح على التمريض. فتكلمت غلط غلط، التمريض لازم يحترم. شغلهم والله شغل جبار، انت ما تقدر تنظف، ما تقدر حتى تنظف للمريض. بيجي الطبيب بيعمل دريسنج بقرف، دريسنج بس بقرف. فما بالك من هذا، النظافة العامة، من التنظيف، الله يكرمكم، البول والغائط وما اعرف شيش والوسخ وما اعرف شيش، يحمموا المريض في الحمام، و و و و كثير حاجات، طلبات وتليفونات وكتابة في الفايل الأدوية، وتعطي الأدوية لهذا وهذا، والمريض يدق الجرس لازم تشيل اللي في يدها وتروح له وتلبي له رغبته. ولو دول البشر، ما هم عبيد العبيد، ما هم عبيد، دول البشر لازم يحترموا، لازم يعني يتكلموا على الأقل بالكلمة الطيبة، ينبسطوا شوية، يفرحوا على الأقل، يقولوا احنا في عمل ممتاز. فإن شاء الله ما أشوف حد يصيح على الأقل يصيح على التمريض، ونداء خاص صراحة. الله يحفظ الجميع، الطاقم الطبي كله الله يحفظهم ويسترهم، وإن شاء الله يكونوا كويسين، كلهم كويسين. لكن أحيانا يكون الواحد ما عارف إيش، لكن الواحد على الأقل، لا رجاء رجاء مني، لازم يحترم التمريض، لازم يحترم التمريض. يا أخي عشان تيجي تشم ريحة كل مريض ترى مشكلة، حتى لو تحط الماسك فيه ريحة بتيجي، وممكن تدخل على مريض عنده عدوى، و و و الله يستر بس، الله يستر بس.